التربية. نعم. أكو كتاب صريح يمنع أطفال متلازمة الداون يدرسون بالمدارس؟ طبعا احنا وزارة التربية جانبين تهتم به، جانب صفوف التربية الخاصة وجانب الدمج التربوي. نعم. صفوف التربية الخاصة والدمج التربوي تستقبل الحالات الآتية: بطء تعلم، ضعاف سمع، ضعاف بصر، عوق فيزياوي، أطراف عليا، أطراف سفلى، القوقعة السمعية، حتى المكفوفين وعندهم بصيص من النور من 6 إلى 24 ومن 6 إلى 60، وكذلك ضعيفي السمع الدرجات الشديدة هي من 40 إلى 60 ديسيبل. هذه الفئات هي تستقبلها وزارة التربية، لكن أكو فئات تابعة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتعليمهم مهارات حتى يخفف العبء عن أولياء الأمور، تعلمهم مهنة للمستقبل. فهذه موجودة لهم معاهد خاصة يعني يعلموهم على مهارات حياتية تفيدهم في المستقبل. يعني أنا بس حتى تجاوبيني، نعم، أن وزارة التربية مانعة أي أطفال متلازمة الداون يدخلون مدارس الاعتيادية؟ هذه مو مانعة، وإنما هي حصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وإلهم معاهد وإلهم كوادر تعليمية متخصصة في هذا المجال. لأن كوزارة التربية إذا خلينا هذه الفئة مع الأطفال بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعيفي البصر والعوق الفيزياوي، أطراف عليا، أطراف سفلى، أكيد الأطفال راح إحنا ما نضحي طفل واحد على مود مجموعة من الأطفال.